السلام عليكم معشر الشباب. اليوم غادي نحكي لكم واحد القصة زوينة بزاف ومعبرة وفيها معاني لتنمية الذات وتطويرها. كان يوم كان في يوم من الأيام واحد الحطاب كله همة وثقة وحماس، خرج بكري يبحث على خدمة ككل الناس. لقى ناس مجموعين سولهم السلام عليكم، جيت نقلب على خدمة كحطاب ونعتوا لي شي ناس على شي حطاب ولا شي تاجر عندكم في القرية ديالكم، كيقولوا علي أنه أمين وصادق ولا يضيع أجر العمال. خداو عند التاجر المعروف، وبطبيعة الحال بعد مناقشة حول التفاصيل وافق التاجر على عرض العمل المقدم من طرف هذا الحطاب. أعطاه منشار ومشاو لمكان العمل. يلا بسم الله توكل على الله، خلاه كيخدم ومشى التاجر الحال سبيله. صديقنا الحطاب باشر العمل بكل طاقة وحماس وقوة، ومعول أنه يفرح التاجر اللي دار فيه الثقة وخدمه عنده. في اليوم الأول صديقنا قطع 20 شجرة، فرح كبير، ومشى كيجري عند التاجر بعد قضاء اليوم في العمل، وقال لي راني قطعت 20 شجرة. وكذلك التاجر بادروا بكلمات زوينة وتبارك الله عليك، شد لي على يدي تبارك الله عليك، راك ما شاء الله الخدمة وكذا، يعني تنع لي أنا حسن. اليوم الثاني صديقنا الحطاب قطع 15 شجرة، وبعد كل يوم كيلاحظ صديقنا أن العدد تيقل. بدأ في حوار داخلي، دخل في واحد الدوامة ديال واحد الحوار داخلي بينه وبين راسه، شك في راسه، شك في القدرات ديالو. ويلي واش انا هو اللي قطعت 20 شجرة؟ واش انا هو اللي كنت كندير كذا وهذا وهذا؟ فين مشات داك القوة ديالي؟ فين مشات كذا؟ كاين شي حاجة وقيلة وقع، ياك ما شرفت وهرفت وما بقى عندي جهد للخدمة، وقيلة خصني نمشي نتقاعد نعس في داري. بدا صديقنا كيطلب المسامحة ودخل في الشكوى وجلت الذات، وهنا قاطعو التاجر قال لي قل لي انت كانت اخر مرة حددتي ولا مضضتي ولا شحدتي المنشار؟ صديقنا جاوب وقال ليه ويلي يا سيدي، كيفاش غادي نشحد المنشار ولا نمض المنشار؟ ما كانش عندي الوقت، ما عنديش الوقت اللي نحك فيه حتى راسي، بقى لي غير نمشي عند الحداد ونمضي المنشار ولا نحدد المنشار، ما عنديش دقيقة اللي نحك بيها حتى ظهري، نحك فيها حتى ظهري عاد باش نمشي نحدد المنشار. والله ما نكذب عليك سيدي، كنت خدام ومشغول ومنهك وما فيا يعني، وما كاين غير الله يعطيك الصحة، تنفق في الصباح تنزل المنشار وتنبقى خدام خدام خدام، هاك بالك عطيه عاطي حتى الغدا ما كنت غداه الا واقف ونكمل خدمتي، وما عنديش الوقت اللي نمشي ونمضي فيه المنشار ولا نحدد فيه المنشار. ينعم سيدي. صديقنا بحالو بحال عرام ديال البشر، صديقنا الاداء ديالو نقص بسبب عدم تجديده للامكانيات والادوات اللي كاين عنده. خونا ما عندوش الوقت لتنميه ذاته وقدراته، ما عندوش الوقت لراسه، ما عندوش الوقت لأسرته، ما عنده الوقت لتا حاجة. خونا ما عندوش الوقت حتى لذاته، ما عندوش الوقت لحياته الخاصة، ما عندوش الوقت حتى فين حك ظهره. أنا ما عنديش الوقت، قال لك ما عنديش الوقت فين حك ظهره، ولا أنا عندي الوقت فين نقرأ كتاب، أنا ما عنديش الوقت فين نزور الأسرة ديالي، أنا ما عنديش الوقت فين ندير رياضة، أنا ما عنديش الوقت لكذا وهكذا، ما عنديش الوقت. هذاك الشيء علاش خونا واللي بحاله دائما غيكون الاداء الشخصي والوظيفي ديالهم والاسري هكا ضعيف، بل غيكون داخل في دوامه عدم الانجاز وجلد الذات، دائما في جلد الذات، انا ما كذا، انا ما قادرش، انا ما عاديش، انا ما، ودائما في هاد الدوامه ديال جلد الذات. ولكن خصنا نعرف واحد القضيه، كلنا عندنا 24 ساعه، كل شيء، جميع الناس سواء المتميزين ولا المتوسطين ولا الناس العاديين ولا الناس الفاشلين، كلنا عندنا 24 ساعة، كلنا عندنا 24 ساعة. علاش هذاك الغني وهذاك المتميز لقى الوقت لذاته، لقى الوقت لقراءة الكتب، قرا الوقت للسماع، قرا الوقت لأسرته، قرا الوقت، لقى الوقت لصحته وكذا، واحد اخر ما لقاهاش؟ يعني
عندنا معتقدات على الوقت خاطئة وعلى الحياة برمتها. الوقت عندنا كاملين كتجري بنفس السرعة، 24 ساعة كتجري في نفس السرعة. ما خصناش نقولوا ما عنديش الوقت، وإنما نقول ما عنديش مهارة ترتيب الأولويات، ما عارفش الأهم والمهم، وما عارفش العاجل والغير العاجل. فإنسان تيبقى في واحد الدوامة ديال حالة الطوارئ، في حالة الطوارئ فقط. الأمور اللي غير مهمة حاطة في الأهم، والأمور اللي غير عاجلة حاطة في المهم، والأمور اللي زايدة حاطة حتى هي في المربع ديال الأولويات ديالو. يعني بدل العيش في حالة ديال الطوارئ، ركز على الأهم والمهم وتطوير دائم للذات. فكنا متساوون أمام الوقت، وكنا متساوون أمام هذه الحياة. فقط كل واحد وكيفاش كيراعي الأمور، وكيفاش كيطبق المهارات، أو هو عارف المهارات الحياتية وكيطبقها. هذه كانت القصة ديالنا. شكرا جزيلا لكم، تحياتي لكم.